انضم الي من دبي بشار الناطور كبير المديرين والرئيس العالمي للتمويل الاسلامي في فيتش ريتنج. اهلا وسهلا بك بشار. الشهيه العارمه على برنامج ديون الاسلاميه او سكوك ارامكو، عما تعبر؟ الطروحات اللي صارت في اول السنه هاي او حتى الطروحات القديمه بشكل عام، الاكتتاب وتغطيه السكوك بتكون بنسب مالتيبلز، مو مالتيبلز. هلا المالتيبلز بتختلف من شركه لشركه، من مصدر لمصدر، دوله لدوله، حسب الشهيه تاعت المستثمرين. ففي انت عندك لها تو دايمنشنز، لك الدايمنشن اللي هو الكريدت ستوري بشكل عام اللي هي القصه الائتمانيه، وعندك الثانية خصوصا لما تروحي لسكوك انت قاعدة بتتوجهي لشريحة اكبر، لانه بالاضافة للمستثمر التقليدي الكونفنشنال انت بتضيفي شريحة المستثمر الاسلامي، وبالتالي عادة لانه سيولة للمستثمر الاسلامي في البنوك الاسلامية متوفرة وفي طلب بشكل عام على الاصدارات تاعت السكوك، هذا بكثير من الاحيان بيؤدي الى اكتتاب اوفر سبسكريبشن. هل هذا يعني بشار بأنه أيضا الشهية اللي قبلت فيها الأسواق الإصدارات العمانية تعبر بشكل أو بآخر عن اقتناع هذه الأسواق بخطوات الإصلاح الاقتصادي اللي تقوم فيها عمان؟ هلا احنا كل مصدر، سواء اذا بدك تحكي على عمان ولا بدك تحكي على ارامكو ولا حتى على اندونيسيا اللي برضو اصدرت مؤخرا ولا نوغا هولدنج، كل واحده وراها قصه ائتمانيه عريضه. هلا بدون النظر لهي القصه الائتمانيه، انت عشان يصير عندك سكوك واصدارات بدك يكون عندك تو دايمنشنز اساسيين، بعدين بعد المصدر وبعد المستثمر. ليش هاي مهمه؟ المصدر انت عندك بدك فيه يكون عنده حاجه للاصدار، والمستثمر بده يكون عنده شهيه للاستثمار. هلا شهيه الاستثمار هي بالسكوك، في بعض السكوك اللي شفناها هي انفستمنت جريد، بعضها سبيكيوليتيف جريد، وكلياتها في لها شريحه مستقطبة من المستثمرين. فالقصة الائتمانية هي ما إلها على، خليني أحكي، مش مرتبطة سواء كانت سكوك ولا بونز. إذا إحنا أوريدي قلنا إنه السكوك هي سينيور سكيور والرانكينج تبعها زي البونز، معناته بتصير قصة ائتمانية مش قصة سكوك. من هنا كان سؤالي لك، عما إذا كان هذا الإقبال في عمان يعبر عن قناعة المستثمرين أو تفاؤلهم بالخطوات الاقتصادية اللي تقوم بها السلطنة؟ بتخيل الفريق السوفرين المختص في الدول هو اقرب للترانزاكشن هذه بالتحديد، وبالتعليق عليها شو الهدف من هذا الاشياء بالترانزاكشن لساتنا. تمام. مصر لماذا برايك مهتمه بانه توسع قاعده ديونها لتشمل السكوك الاسلاميه ايضا للوصول لشريحه اكبر، ام انه الوضع له علاقه بالتسعير؟ اوكي، هلا السؤال، التوجه مصر هذا توجه جديد. عاده الدول لما بدها تصدر سكوك في ثلاث سياسات اساسيه، يا انها بدها تطور صناعه الصيرفه الاسلاميه مثل ماليزيا، يا انها عندها اسلاميك انفستر كبير، بنوك اسلاميه مثلا السعوديه بتحكي عن 82% من الفاينانسينج، اسلاميك فاينانس، الكويت 42%، او الثالثه هي تنويع وتوسيع مصادر الاستثمار. وفي حاله مصر بالتحديد الهدف الحالي اللي احنا بنشوفه، لانه ما عندهم صيرفه اسلاميه كبيره، هو توسيع وتنويع مصادر الاستثمار. هاي خطوه بتيجي بعد ما شفنا برضو اصدروا سندات خضراء قبل هيك، هلا بيحاولوا يحطوا الهياكل عشان يصدروا سكوك وتستقطب الشريحه المستثمر الاسلامي اللي هو ما بيقدر يشتري سندات. بشار، اوفر اول بمنطقتنا لما بنحكي عن اصدارات الدين، قديش عم نحكي كحصه للسكوك؟ سؤال جميل. هلا بالضبط انت لما بتحكي قاعدة عن اصدارات الدين بشكل عام، نحكي انه نسبه الاوتستاندينج الواقف في الدول الخليج زائد ماليزيا اندونيسيا اللي هي اكبر دول 10 في السكوك، انت بتحكي قاعدة عن تقريبا 25% من الاوتستاندينج ديت تبعت هاي الدول بالسكوك، وهذه نسبه مش 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 يستهان فيها. بشكل عام اصدارات السكوك الاوتستاندينج از اوف توداي بتحكي انت تقريبا عن 730 بليون دولار، فهي مش مبلغ قليل. 25% من الاوتستاندينج تاعت الدول العشره التوب المصدره بما فيها اللي هي دول الخليج السته مش نسبه قليله، بس اذا بتعملي زوم ان على دول معينه، مثلا السعوديه
كل إصداراتها المحلية بالسعودي ريال خلال السنوات الأخيرة بس بسكوك. نعم. فالسعودية كسوفرين تصدر فقط سكوك. إذا بتطلعي على الشركات وإصداراتها بالسعودية بالسعودي ريال تقريبا أكثر من 90% من إصدار الشركات بالسعودي ريال بالسعودية سكوك. فإذا بتطلع على التفاصيل يمكن تلاقي حصة السكوك أكبر شوي، بعض المرات تكون أقل شوي، ولكن بعموميتها هي تقريبا ربع الـ outstanding debt في التوب 10. بشار باختصار من فضلك نتحدث إذن عن السكوك ونتحدث أيضا عن السكوك الخضراء، أتيت على ذكرها، إندونيسيا كان لها إصدار قريبا مطلع هذا الشهر وكمان كان جاذب، تتوقع أن نرى سكوك خضراء من المنطقة؟ نعم، هلا احنا بالضبط زي ما تفضلتي السنه هاي شفنا ماليزيا برضو اصدرت سستينبل، اندونيسيا لسه قريبا اصدرت خضراء، عندنا بالمنطقه احنا شفنا مثلا سعودي الكتريسيتي اصدرت خضراء، البنك الاسلامي للتنميه اصدر سستينبل، فنعم هاي الوتيره شفناها في السنتين، وحاليا انت بتحكي قاعده عن تقريبا اكثر من 16 بليون دولار outstanding sustainable ESG related سكوك. هذا رقم مش صغير، إذا تطلع على السنوات اللي فاتت هذا الرقم كان كتير صغير، وبالتالي بتخيل هذا الترند هذا المنحنى يستمر. هل رح نشوف إصدارات من حكومات مثلا في الخارج بسكوك؟ هذا إشي لسه ما شفنا، ولكن شفنا شركات في الإمارات أصدرت خضراء، شفنا في طيران أصدر ترانزيشنال في الإمارات، السعودية في شركات أصدرت، ولكن على المستوى الحكومي في الخليج لسه نعم. ما شفنا سكوك خضراء. من دبي بشار الناطور كبير المديرين ورئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينج، شكرا جزيلا لك.